سلام، اش كتعاودوا؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. جينا للريستورون ديالنا، ماشي ريستورون، الاوتيل اللي هو سميتو، انتم ما تشوفوه، سميتو اوتيل هيرمان كو. المهم هو جا في تقريبا حدا شارع المشات، حدا المغازين. الناس اللي ساكنين هنا راه تيعرفوا، ما بزاف ديال الناس صراحه ما كانوش كيعرفوا. انا عرفته بالصدفه، كنت جيت من المدرسه وكنت غادي نتسارى في شارع المشات، ففجاه اكتشفت هذا الاوتيل. كنت كنشوفو دائما، ما عمري عرفت بانه كاينه فيه قهوه. وكان والغريب في الموضوع انه طلعت القهوه ديالو ارخص من القهوه اللي كناخذو في كاسترو. يعني هنايا تعطيوك كاس كبير، وكاين الماء بالخيار، وكاين زعما الصراحه زوين، او في نفس الوقت رخيص بزاف 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 بزاف. كيجيوها الناس، كيجيوها السياح بزاف، الستاف ديالو اللي خدامين ناس مزيانين ظريفين كيساعدوا. صراحة زوين 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 بزاف، زعما ما عندي ما نقول نهائيا والله. كنحسوا بهذاك الدافع بحال جالسين في الدار. والغريب في الموضوع، الا صورت لكم البلاصه اللي حنا جالسين فيها، كتشوفوا الحيط معايا، ها انتم كتشوفوا الحيط كحل، السقف كحل، كل شيء كحل، ولكن منور. يعني بحال تيقولوا في المغرب فهمت السطا، سبحان الله. وكتحس بواحد الاحساس ديال ما باغيش تخرج من هذا الاوتيل. يعني المهم بحال العاده، انا جيت من المدرسه، جيت من المدرسه. المهم و صليت، الله يتقبل من الجميع، صليت وتغديت وخرجت انا وجميله، راه هي كتصور حتى هي. هادشي اللي كاين. المهم كانت ما نقدروش نجلسوا في الدار، لانه واحد خصو يفوج، خصو يتسارى، خصو وسيرتو حنايا اللي غيفهمونا اكثر هما الناس ديال الغربه، لانه صعيب الواحد يبقى جالس غير هكاك في الدار، ما كاين ما يدار، ما كاين والو. هذاك الشيء علاش كنحاولوا ما امكن باش نخرجوا باش نتساراو. المدرسه رحنا دخلنا في التمجهيد، وهو الحمد لله رب العالمين. بحال اللي تيقولوا انا مسيره النيفوات العاليين، الحمد لله وشكر لله يا ربي. فلهذا خص الواحد يخرج، يعني ما فيها بس يمشي ولو غير ساعه. حنا البارح خرجنا، راشتو الفيديو اللي كنت حطيت، سارينا في شارع المشات، تمشينا بزاف بزاف بزاف. ورغم كان البرد ورغم كان الهواء، ولكن كانت ليله زوينه. مشينا للدار، اللي بغى يتعشى، انا ما تعشيتش، انا في الليل ما كناكلش. المهم خديت حمام مغربي ونعست باش نوجد اليوم اللي هو اثنين، بدايه الاسبوع. فضروري الواحد خصو يشحن البطاريه بحال اللي كنقول دائما. و المهم يفوز كيما بغى، كيما حب الواحد. هذا الشيء اللي كاين. دابا نصور لكم شي شويه دابا في لوطيل باش تشوفوها. نحاول نصور ونصور لكم حتى الدروج اللي عجبوني ديال بحال المغرب. غنوريكم، شوفوا الدروج، شوفوا الدروج ديال المغرب. هنايا هنايا الحمام، هانتوما كل واحد تيغسل يدو وتياخد هالفاط الفاط، كل واحد فوطه ديالو. هانتوما هالفاط هنا، كتمسح، كتغسل يدك، كتمسح، كترمي هنايا الفاط، كل واحد تيمسح تيغسل يرمي الفوطه هنا. هذا جل ديال الغسيل ديال اليدين، وهذا الكريم هاند كريم.
ملي كتسالي بهذا كدير، ملي كتنفش في يدك كدير الهاند كريم باش يبقى الرطوبة في اليد. هذا التواليت ديال الحمام، لا ديال لوطيل. ها التواليت الاخرى حتى هي فيها هادشي نفس الشيء. هنايا دايرين الموسيقى الهايتيل في الحمام، وهنا في الكترمي الفات. هنا بغيت نوريكم لوطيل كيفاش بالكحل اللي قلت لكم قبيله. شوفوا حتى السقف كحل، واخا ما تيبانش مع الضوء هو راه كحل. هذه القهوه اللي خدينا، قهوه جميله. صراحه زويون هادو جليسات هكذا، اللي بغى يجلس هنا اللي بغى يجلس هنا. صراحه حاجه زوينه والله. هادو هما الروتينات اليوميه ديالي، راه جميله. نوريكم هذاك الماء عاوتاني. هانتوما دائما تيحطوا الماء زوين صراحه. اللي بغى يلعب لا قدامه. شوفوا هذا الديكور، هذا ديال البيبان كيدايرين. هاي هانتوما ها الخرجة. هنايا في كاين الماجازين الباركينغ، وانا خارجة بلا جاكيت باش نصور لكم هنا. انا نوريكم ريستورون شو سميتو، سميتو روكسي. هذا روكسي. هذه المجازين، وهذا الهوتيل اللي جالسين فيه. هيرمان كو، هيرمان كو. المهم كلشي جالس دابا على ود البرد، كلشي داخل، يا اما المكازا يا اما داخل الريستورون يا اما داخل الكافيه يا اما. المهم ديور عاد خرجنا من القهوه دابا. شوفوا الكريم شحال كبير. كابتشور توتال. شوف هاد البلاصه، هادي عجبتني هاد الحمراء هادي. كريستيان ديور. سي برادا. وهذا الحمر جا غزال، كل مرة تغير الديكورات كل هاد الساك فن.
شوفوا الدنيا كي خاويه، حيت كل شيء خارج، كل شيء زعما ماشي خارج، كل شيء داخل كافيهات ولا ديور ولا، حيت على ود البرد الناس راها خارجه. ديزني صراحه زوين هكا الواحد يكون طريق خاويه. اه شوف شوف هذاك إيلومس بوليهوس، واو زوين هكا الصراحه الشارع كل خاوي. حريه، اه تحسي تاعك ملك. واه هاد سكاربا بحال بحال كلمه اسبانيونيه سكاربا، وهي سكاربا هي اللي كتعني في الاسبانيوني القشره الشعر. هادو ديال قالك الصينيين عندهم العيد ديالهم ياك جميله، العيد تاع راس العام ديالهم جديد. اه تيديروا لهم هاد، سامحين لهم يديروا هاد الشيء ديالهم، يعلقوا هاد الشيء ديالهم. هنا السيكلات هادو اللي بغى ياخذ هاد السيكلات ويمشي، حط الكارطة ولا الفلوس ديالك وكتمشي. الهائم زينة تريكو، البوتيكة ديالي أنا جميلة زينة تريكو صراحة. نتمشاو تنوصلو الباص دابا حيت سادين عاود البرد. ايه نهضروا من بعد. مساء النور. مهم عاد وصلت للدار. تفرقت انا وجميله في الطريق، هي مشات لدارها وانا جيت للدار. مهم عاد دخلت قلت باش نسالي معكم فلوك هنا. مهم كانت جلسه زوينه 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 بزاف صراحه. تمشينا بزاف واخا البرد، وهذا البرد هذا ما فهمتش ما فهمتش صراحه، برد بزاف 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 يعني بزاف لدرجه ما تصوروش. ما علينا، بحال اللي قلنا انا اصلا عندي 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 الكارطة ديال هاد لوطيل ونسيت بانه عندي، وهي المفروض كناخدو دائما 10% يعني 10% تخفيض. فالمهم مشات قالت لينا واش عندكم الممبرشيب او الاشتراك او، قلت لها اه، قالت لي راه عندكم 10%. انا سحب لي غير لوطيلات اللي هنايا ديال الدنمارك، نقدروا ناخذوا 10%. المهم انا نوريكم الكارطة بلاتي نجبدها. علاش جلست؟ مالي واقفه، مالي على حالتي وانا جايه في البرد وجايه في وجايه واقفه وجالس نكمل. قالك ما علينا، هي هادي هاي نيبر. المهم بروشر هوتلز هي. المهم 10% وحنا كنمشيو دائما اصلا هاد هاد لوطيل انا وجميله، وتا هي عندها الكارطه. شتي يا جميله شنو درنا؟ المهم ما عندي في الساك ولكن ما فكرتش، يعني قلت ماشي مشكل ديجا هو الاوتيل رخيص. المهم اوتيل نقي بزاف زوين، رغم انه مصبغينه والديكورات كلها بالخشب كحل وصباغه كحله وداكشي، ولكن الصراحة قمة 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 في الروعة. نظافة ايه، ويعني الحمامات كديرين ما شاء الله، يعني كل شيء نظيف صراحة، ما كاينش هذا، ما كاينش حتى شي غلطة صراحة. ما وناس طيبين 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 يعني، تيعرفوا كيفاش شي كيفاش يتعاملوا مع الزبائن وتيحطوهم فوق الراس الصراحة. مهم سالينا تمشينا،
دزنا لشارع المشات كي دايما لانه يعني ضروري خصنا شارع المشات. قلنا ما نمشيوش في المترو، قلنا نتمشاو شي شويه باش ناخذ الطوبيس. كنت تمشي واخا عرفتي كنت كنشطح بالبرد انا، يعني كنت كندير رياضه باش نسخن، كنقص شي شويه باش نسخن لانه انا من النوع اللي ما كنلبسش الجاكيطات سخان بزاف، ما عرفتش علاش. المهم حسيت بالبرد. المهم فوجنا دوزناها كما تيقولوا، وانا هذا هو الروتينات ديالي اليوميه صراحه. انا ما الحيوط تشكاو منا وحنا تشكينا من الحيوط، وماشي كل شيء الحياه هي الكوزينه وهي الدار. الحياه بحال تيقولوا قصيره بزاف، خص الواحد يتمتع. المهم هادشي اللي كاين. الواحد بحال اللي كنقول دائما المبدا ديالي، الواحد خصو دائما حيت البطاريه ديالنا حنا او الشارج ديالنا كيخوى بالنسبه للناس اللي في الغربه وداك الشيء، فخص الواحد يشحن البطاريه باش يقدر يدوز نهار اخر. بحال دابا انا غدا عندي مدرسه عاود، واخا طلعت لكم الدم بهذه القضيه المدرسه، ولكن هذا واجب عليا كنمشي كان يعني شي حاجه اللي ضروري خصني نمشي نديرها، فضروري خصني نكون مرتاحه شي شويه ونخرج نفوج. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم تصبحوا على خير، وكنتمنى لكم كلكم حياه سعيده وحياه هنيه ان شاء الله. وباش كنتمنى وانا هزيت التليفون هكذا رعيت، ما درتش هذاك ديال السيلفي. وهانتوما ها البطانيه ديال المغرب، جيت تكمشت في بيتي البطانيه ديال المغرب، كنحماق عليها، كادو ديال اختي نعيمه الله يرزقها الصحه والسلامه وكل ما كتمنى في حياتها. المهم ما كنقدرش نفرط انا في بطانيه ديال المغرب، صراحه سخان بزاف. المهم نقول لكم تصبحوا على خير.